طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. المحاضرة الثالثة من محاضرات دبلوم. معكم الدكتورة نشوى عاشور، أخصائية نفسية، خبير تنمية بشرية، داعية إسلامية. معنا إن شاء الله الجزء الأول من المحاضرة. في محاضرة سابقة اتكلمنا عن تقريبا في الجزء الثاني من المحاضرة الأولى، واتكلمنا على تعريف الشخصية غير السوية، واتكلمنا عليها في ضوء تعريفنا للسلوك السوي والسلوك غير السوي أو السلوك الشاذ. كنا بنتكلم بنقول الشخصية السوية هي التي تتمتع بسلوك سوي، وعرفنا ونيها السلوك العادي أو المألوف أو الذي يغلب على معظم الناس بيتصرفوا نفس تقريبا أو تصرف قريب في المواقف المشابهة. الشخص السوي هو الشخص اللي بيتطابق سلوكه مع سلوك الشخص العادي في تفكيره ومشاعره ونشاطه، وبيكون شخص سعيد بيقدر يتوافق على المستوى الشخصي وعلى المستوى الانفعالي وعلى المستوى الاجتماعي. وقلنا ان الشخص العادي اللي احنا بنقول بيتساوى في تفكيره او بيتطابق في تفكيره مع الشخص الذي ينظر اليه المتصرف بشكل عادي بشكل مألوف في المجتمع لا ينفر منه المجتمع. وعرفنا السوية قلنا هي القدرة او قدرة الفرد على التوافق مع نفسه والتوافق مع بيئته في نفس الوقت شعوره بالسعادة. الشخصية الغير السوية أو الشخصية الشاذة هي الشخصية اللي بتتميز بسلوكيات شاذة أو بسلوكيات غير سوية، يعني ينظر إليها المجتمع أنها سلوكيات غير الانفعالي المعين. عندنا السلوك الغير سوي هو السلوك اللي بيخرج عن السلوك المألوف أو بينحرف عن السلوك الذي ألفه المجتمع في هذا الموقف كرد فعل. والشخص الغير سوي هو الشخص الذي ينحرف سلوكه عن تصرف أو عن ردة فعل الشخص الذي ينظر إليه المجتمع أنه عادي في تفكيره، عادي في نشاطه ومشاعره. هذا الشخص اللي بينظر إليه المجتمع على أنه صاحب سلوك غير سوي بيكون شخص على المستوى الشخصي ما هواش متصالح مع نفسه، غير متوافق على المستوى الانفعالي، انفعالاته غير موافقة للمواقف المختلفة، غير متوافق اجتماعيا، يعني لا يستطيع أن يتعايش أو يذوب في المجتمع اللي هو عايش فيه. أيضا عرفنا حالة الغير سواء أو غير السوية، قلنا هي حالة مرضية، وقلنا أن هذه الحالة قد تصل بخطر على الفرد نفسه أو بخطر على المجتمع، وعشان كده قلنا أن هذه الحالة مدخل لحماية الفرد أو حماية المجتمع من هذا الفرد. طيب خلينا نسأل إيه هو معيار الحكم على الشخصية سواء بالسواء أو من عدم السواء. إحنا كنا حطينا الإطار بتاعنا اللي إحنا بنحكم بيه اللي هو إطار نظرة المجتمع إزاء التصرف. قلنا إذا نظر المجتمع للتصرف على إنه تصرف عادي اللي طب يكون الشخص عادي أو سوي، وإذا نظر المجتمع إلى ردة الفعل إزاء سلوك معين على إنها ردة فعل غير طبيعية أو ردة فعل شاذة، فبيكون هذا الشخص صاحب سلوكيات سوية أو سلوكيات شاذة. عايزين نتناول الأمر بشكل أكثر علمية. فإحنا بنقول لو قلنا إطار نظرة المجتمع، هنقول إن هذه النظرة أو هذا الإطار اللي إحنا حطيناه، نعم إحنا في الأول لما عرفنا السلوك الشاذ في ضوء نظرة المجتمع لرد فعل الشخص إزاء السلوك، ولكن النهاردة إن شاء الله عايزين نتكلم بشكل أكثر علمية، لأن نظرة المجتمع كإطار مرجعي هي إطار فضفاض أو نظرة فضفاضة بتخلي الأمور غير متزنة. إحنا اتفقنا إن نظرات المجتمع بتختلف من وسط لآخر إزاء التصرف الواحد، وقلنا اللي في المجتمع الريفي غير اللي في المجتمع الحضري، واللي في المجتمع الشرقي غير في المجتمع المتحرر الأوروبي. فقلنا نظرة المجتمع ليست إطارا أو ليست معيارا لكي نزن الشخصية من عدم. عشان كده عايزين نشوف معايير تكون اكثر انضباط، اكثر علميه، اكثر ثبات.
مثال حاضر، اديكي مثال. احنا ضربنا مثال المره اللي فاتت، قلنا لنظره المجتمع اللي بتفرق بين السلوك المعين ازاء نظرات المجتمع المختلفه. قلت مثلا انا لو كان الريف المفروض فرضا انا هعرف الناس اللي ساكنه معايا في الشارع كلهم. طيب لو انا في عديت في الريف مثلا وما سلمتش على الناس، او حد واقف وما سلمتش عليه، يصنف هذا السلوك انه سلوك شاذ. طيب انا في المدينه ساكنه في نفس العماره، ربما لا اعرف الاشخاص اللي طالعين او نازلين معايا في الاسانسير كل يوم، ولو اتكلمت معاهم او حاولت ان انا اتكلم معاهم يصنف سلوكي معاهم انه سلوك شاذ في المدينه. ايضا قلنا اتكلمنا وضربنا مثال، قلنا لو البنت مثلا دخنت سيجاره في حرم الجامعه في المجتمع الشرقي بينظر اليها ان سلوكها شاذ، ولكن لو البنت دخنت سيجاره في المجتمع الاوروبي في داخل حرم الجامعه يصنف على انه سلوك عادي يتقبله المجتمع. فاحنا اتفقنا ان قد يكون السلوك واحد، ولكن المجتمع تبعا الاختلاف نظره المجتمع يصنف السلوك على انه شاذ او على انه غير شاذ. عشان كده نظرة المجتمع النهاردة بنقول هي إطار فضفاض لا يمكن الحكم من خلاله على التصرفات، بالسواء الله يفتح عليك يا أستاذ، لا يمكن من خلاله إن أنا أنظر للتصرفات على إنها سوية أو غير سوية. عشان كده إحنا النهاردة إن شاء الله مع بعض هنحط أطر أكثر مصداقية أو أكثر علمية أو أكثر انضباطا حتى نستطيع الحكم على السلوكيات، هل هي او سلوكيات شاذة. علشان كده كان من اللازم علينا ان احنا نعرض لبعض المعايير اللي وضعها علماء النفس لتقييم سواء الشخصية او عدم. ان دلوقتي ان احنا هنصنف الشخصية او هنصنف ردة فعل الشخص او هنصنف السلوكيات في ضوء المعايير التي وضعها علماء النفس للشخصية السوية وللشخصية غير السوية. نعم، حسب ثقافة المجتمع، حسب تقبل المجتمع للسلوك، حسب نظرة المجتمع يصنف هذا الأساس. فهي نظرة فضفاضة غير منضبطة. أنا ربما أنا بصيت لسلوك معين على سلوك حضاري أو سلوك جيد، وفي نفس الوقت ينظر إليه المجتمع على أنه سلوك شاذ. بنرجع تاني، معايير الشخصية السوية وغير السوية في ضوء المعايير أو في ضوء الأطر التي وضعها علماء النفس. بنقول إن علماء النفس اختلفوا في وجهات النظر في تحديد السلوكيات، تحديد الشخصية السوية والشخصية غير السوية. ليه اختلفوا؟ إحنا قلنا إن علم النفس من العلوم الغير اللي هي الغير تطبيقية، قلنا هو سلوك، هو من علم نسبي، مش علم النفس، من العلوم النسبية. علشان كده بنقول مفيش حاجة فيه ثابتة تتغير تغير المعايير اللي بقيس عليها. عشان كده اختلفت وجهات النظر في العلماء على النفس في المعايير اللي حطوها عشان يزن السلوك بين السواء وعدم السواء. فبنقول كل مجموعة من مجموعات الدراسة أو كل مجموعة علماء تبنوا وجهة نظر معينة، بدأوا يشتغلوا على وجهة نظر هذه وجهة النظر، وطلعوا لي معيار يقيسوا من على أول معيار هلاقيه عندي اعتمدوه علماء النفس، قالوا المعيار الذاتي. المعيار الذاتي، إيه هو المعيار الذاتي ده؟ قال لك إن الشخص بيتخذ من نفسه إطار مرجعي يرجع إليه في الحكم على السلوك بالسوية أو اللا سوية. فرد مننا بيتصرف السلوك وبعدين يقعد مع نفسه، التصرف اللي أنا عملته ده صح وغلط. هذا المعيار معيار غير سوي، لأن أنا لو شايفة التصرف غلط عمري ما هتصرفه. طبيعي إنه أيوه يقيم نفسه. طبيعي كل واحد بيقيم سلوكياته ان هو مش غلطان، بيقيم سلوكياته ان هو صح. نادرا ما تلاقي حد يصنف سلوكياته ويقول ان هو تصرف غير صحيح، او ان رد كانت غير سويه ازاء موقف ما. نعم، كان بيحابي نفسه، ومش يحابي نفسه بس، هو من وجهه نظره ان هو تصرف صح. لو كان التصرف هو شايفه من وجهه نظره ان هو غلط، افتكر ما كانش عمله، والا يبقى شخص اهوج، يعني يشوف ان التصرف غلط وهيعمله برضه. بعد كده ايضا جماعي،
بيتخذ الفرد من نظرة المجتمع أو من مسيرة المعايير الاجتماعية أساس للحكم على السلوك، وده قريب من اللي احنا قلناه في المحاضرة اللي فاتت، هي نظرة المجتمع للسلوك، هل المجتمع بيحكم على السلوك أنه سوي أو غير سوي. فالشخص المتوافق اجتماعيا هو شخص سوي، والشخص غير متوافق اجتماعيا هو شخص غير سوي. لكن هذا المعيار ايضا هنلاقي عليه بعد كده ان شاء الله، دلوقتي حالا هننقد هذا المعيار. عندي ايضا المعيار الاحصائي. المعيار الاحصائي من المعايير اللي حطها علم النفس او علماء النفس للحكم على السلوكيات، سواء سلوكيات شاذة او سلوكيات سوية. يعني ايه اللي بتتخذه من المنوال او المتوسط الحسابي معيار لقياس سواء الشخصية او اللاسوية؟ يعني السواء هو التمسك او التمثل في المنوال او في الحد الوسط، واللاسواء هو الانحراف عن هذا المتوسط سواء بالزيادة او النقص. فلو تخيلنا ان هناك خط افقي فيكون السواء بالوسط، وطرفي الخط الافقي هما حالات اللا سواء، سواء زيادة او نقصا او ايجابية او سلبية. واضح الكلام يا جماعة؟ المعيار اللي بعد كده اللي هو المعيار المثالي. المعيار المثالي بيعتبر السوية هي المثالية او الكمال او ما يقرب منه، واللا سواء هي الانحراف عن المثل او المثل العليا او الكمال. يعني هنا بيفلسوي لابد ان يتصرف سلوك يتمثل او يتصف بالكمال. لو ما اتصفش بالكمال يصف ان هذا الشخص سلوكه غير سوي او سلوكه شاذ. طبعا ده من الاستحالة بمكان، ليس منا من يتمتع بالكمال، فلا كمال الا للنبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده معظم هذا قوي وساد من هذه المعايير بعض المعايير في الأوساط العلمية كمعايير ربط تقرب أوجه الخلاف بين العلماء. احنا شفنا عندنا استعرضنا عدة معايير، وكل هذه المعايير كل واحد بيتكلم في مجال كان أو بياخد من وجهة معينة، ولكن انطلق معايير أخرى تقرب وجهات النظر بين النظريات أو المعايير المختلفة. أول معيار يقرب التوافق الاجتماعي. معيار التوافق الاجتماعي حالة من الفرد والبيئة. بيظهر هذا الانسجام في قدرة الفرد على إرضاء أغلب حاجياته، وأن يتصرف تصرفا مرضيا تجاه مطالب البيئة المادية والاجتماعية. يعني هذا الشخص أشبع حاجاته أو وفي نفس الوقت لم يجور أو لم يتعد على اصطلاحات المجتمع أو معايير المجتمع التي نعم هو اللي بنسميه التكيف، أو سميناه المرة اللي فاتت التكيف، فتح الله لنا. نعم، يبقى احنا عندنا هذا الشخص يشبع حاجاته في نفس الوقت لا يخل بموازنات المختلفة هذه الحاجيات أو يتكيف المجتمع. أيضا هذا الفرد عنده مقدرة على التوافق وتغيير سلوكه وعاداته عندما يوافق أو يواجه موقف جديد أو مشكلة مادية أو مشكلة اجتماعية أو مشكلة أخلاقية أو صراع نفسي. بيستطيع يتغير بشكل ناسب الظروف التي يواجهها، زي التكيف زي ما احنا قلنا. عنده مهنة شخصية وتكيف. أيضا بيتضمن التوافق قدرة الفرد على تغيير سلوكه وعاداته عندما يوافق أو يواجه موقف جديد أو مشكلة مادية أو اجتماعية أو مشكلة أخلاقية أو صراع نفسي. يكون عنده مقدرة إن هو يتوافق مع السلوك أو يتوافق مع ردود الأفعال بما يكون متناسب مع الظروف اللي هو بيواجهها. إذا عجز الفرد عن تحقيق هذا الانسجام ولم يستطع الوصول إليه فإنه بيكون معتل الصحة النفسية. ولكن هذا المعيار ظهرت عليه بعض المآخذ. إيه هي المآخذ اللي ظهرت على هذا المعيار؟ رغم كونه يصلح في أغلب المواقف إلا أنه لا يقوم على أساس منطقي. بعض الأحيان نرصد عدم تطابق الشخص مع مجتمعه ليس بسبب الشخص نفسه، وإنما بسبب انحراف المجتمع ذاته. زي إيه؟ زي حال الأنبياء. الأنبياء غالبا غير متوافقين عنهم المجتمع، غير راضي عن تصرفاتهم، أو هم غير راضي
سيئين على تصرفاتنا، ومش ممكن نقول أن في هذه الحالة أو في ظل هذا المعيار أن الأنبياء لا يتمتعون بحالة من الصحة النفسية، والمعلوم أنهم يتمتعوا بأرقى أنواع السمو النفسي والروحي. الإجابة هنا بتيجي أن الخلل في المجتمع وليس في انحراف سلوك الفرد. الإجابة تأتي إلينا أن الشخص غير متوافق مع المجتمع لأن المجتمع منحرف سلوكيا. أيضا يمكن أن يكون الشخص اللي بيحيا في ظروف قمعية أو بيقع عليه اضطهاد ما، وقد يدفع هذا إلى سلوكيات عنيفة كرد فعل. أو ربما أنا عندي شخص خانع خنوع لنفس السبب، أنه هو تربى في ظروف قمعية، أو ربما الشخص لجأ للنفاق كوسيلة من وسائل التعايش مع المجتمع. الخنوع النفسية اللي احنا بنقول عليها شخصية نية او ملوش شخصية، يعني شخص قيادي، شخص ينقاد للآخرين، ملوش شخصية. ايوه مستسلم، صح، الله يفتح عليك، يعني شخص ما ينقاد للآخرين، يعني ضعيف الشخص، نقول شخص يعني إمعة، يعني انا عايز اجيب معنى ان هو إمعة، اذا قال قالوا وإذا سكت. نعم، يمكن أن تؤثر أيضا طرق التربية المجتمعية الغير واعية بما فيها من خرافات ومعتقدات في إنتاج شخص يرفض هذا المجتمع غير متوافق معه. يعني أنا عندي مثلا خنوع رأي، خنوع ناتج عن التربية، التربية ربت شخص ضعيف لا رأي له، كان البيت سلطوي، لا يأخذ رأيه، لا يعتبر رأيه إن قاله، دايما يعنف فيه، دايما يسفه من طريقة تفكيره، فطلع شخص لا لون له ولا رائحة، زي ما يقولوا يقول خلاص هو تابع. أيضا ثقافات المجتمع وخاصة عندنا الثقافات الشرقية بما فيها من خرافات ربما أدت لشخص يرفض هذا المجتمع ولا يتوافق معه. يعني إحنا معظم المجتمعات اللي بتؤمن بالعفاريت والأعمال والمش عارف إيه بص الإيه والحاجات الغريبة دي، اللي إحنا أحيانا نجد مجتمعات واللي شاف الجنية واللي طلع له العفاريت من تحت الكنبة والحاجات الغريبة دي، شخص تعلم فهيرفض هذه الخرافات وعلى هذا لا يتوافق مع المجتمع أو لا يستطيع أن يتعايش مع هذا المجتمع. لا، مش هيستسلم للخرافات، إحنا بنتكلم على شخص رافض. لو هذا الشخص يرفض المجتمع هيرفض، يعني شخص تعلم مثلا وتثقف وعرف ان دي خرافات، ما هوش هيستطيع ان هو يتعايش مع هذا المجتمع المليء بالخرافات، وخاصة في مجتمعاتنا الريفية، ان بقى يقول لك اصل هيخرج بالليل والجنية هتعمل فيه، واصل مش عارف ايه، نعم، واصل دخل في الأوضة الضلمة وشاف مش عارف ابو رجل مسلوخة والحاجات اللي احنا بيقولوها عندنا في الايات دي. الشخص لما بيتعلم وبيتنور وبيخرج من بقى، وخاصة لما بيسافر في بعثة خارجية العفريت استقال، لا موجودين بقالوش لسه، لما الشخص وخاصة اللي خرج في بعثة خارجية يعني التنصل من المحيط كله، فبيرجع بأفكار جديدة. ايه الأفكار والخرافات اللي انتوا بتقولوها دي؟ زي الأفلام مثلا بتاع زمان، زي فيلم أنديل أم هاشم، حطوا زيت الأنديل في عينيها علشان عند الزيت المبارك فهتخف، دي كلها خرافات وما زالت موجوده في مناطق نائيه او ارياف في عمق الريف، موجوده ما زالت، وخاصه الارياف الصعيد. بشكل عكسي ايضا، قد يكون ما يعد مؤشر جيد للتوافق في ظل هذا المعيار، ايضا بشكل عكسي يعد قد يكون التصرف يعد مؤشر جيد للصحة النفسية أو للتوافق النفسي، ولكن هو حصيلة تعويضية لشخص ضعيف الشخصية يحتاج إلى حب واحترام. طب أنا محتاجة الحب واحترام وأنا ضعيف شخصية، طب أنا هعمل إيه؟ حساير الناس اللي حواليا اللي إحنا بنقول عليها الشخصية التملقية، أو الشخصية اللي بتمسح بوخ، أو الشخصية اللي دائما يعني بتلف في رجلين المدير أو بتلف في رجلين الأكبر منها علشان تحظى بالحب، تحظى بالتقدير، المسقفاتي اللي كل اللي حوالين ما يقولوا حاجة يسقف خلاص، يعني أيوة أنا معاك وصح، هو ده الرأي الصحيح، أيوة بالظبط، الله ينور عليك، هو ده اللي كنت عايزة أقول. فهذه الشخصية شخصية غير يعني غير سوية، ولكنه متوافق مع المجتمع والمجتمع فرحان به. ليه؟ لأن كل نفس بشرية جبلت إنها بتحب المدح، فهو شخص بيطري على من حوله. ليه؟ علشان يبقى له محشوف وسطيهم أو له قاعدة في وسطيهم كده، فهو يحتاج إلى الاحترام والحب، فبيحشر نفسه في العمل عنده وإن كانت بطرق غير سوية.
هذا الشخص بيفضل كسب الآخرين وموافقتهم على سلوكهم، وإن علم أن هذا السلوك خطأ. ربما هذا الشخص بعد ما بيخرج بتلاقيه بيقول لك ده ما بيفهمش ده، بس أنا قلت إن هو بيفهم، يعني قلت إنه بيفهم ليه؟ علشان ما اترفدش مثلا. بالطبع لما نيجي نشوف هذا المنهج نلاقي هذا المنهج لا يدل على سلام نفسي داخلي نابع من الأنا الاجتماعي، بل هذا التوافق نابع من الأنا الذاتي. ليه؟ علشان أتخلص بشكل سريع من الصراع الداخلي ومش عايز أبذل مجهود يعني. طيب إحنا عددنا مثالب هل ننتقد هذا المعيار لقياس توافق الفرد الاجتماعي. أنت بعد ما طلعت لي كل هذه المثالب في هذا المعيار اللي هو المعيار النفسي أو معيار علماء النفس، طب أنا هقيس الذات الشخصية إزاي؟ أو هعرف كيفية الحكم على الشخصية سواء عدم ازاي؟ هؤلاء الناقدين للمعيار الاجتماعي لقياس سواء الشخصية قالوا ان يكون الشخص لابد عشان احكم عليه ان هو شخص متوافق مع مجتمعه لابد يكون هذا التوافق نابع من احترامه للقيم الاجتماعية والمثل العليا اللي بتربط افراد النوع الواحد بما بينهم فيما بينهم. بيتحرك الفرد فيه بدافع اجتماعية لا من موقع صراعاته النفسية وعلى هذا يكون هذا ناجح في كل الأحوال. لا يكون مقياس التوافق الاجتماعي مقياس ناجح في كل الأحوال، وإنما لابد عشان يكون هذا المقياس ناجح أو يكون عندي مقياس ناجح لابد أن يكون ناتج عن سلوكيات المجتمع أو قناعات المجتمع وقيم. طيب عندي معيار تاني، معيار الإحصاء أو المعيار بتاع الحد الوسط، وهو يعني وجود حالة من التعادل بين سائر القوى والدوافع الجسدية والنفسية والروحية، ويعبر عنه بالحد الوسط بين الإفراط والتفريط. يعني هذا الشخص بيكون واقف على نقطة زي ما احنا اتفقنا ان انا عندي خط افقي في نقطة في الوسط، السواء في الرفي الخط الافقي هم الإفراط والتفريط او اي عدم السواء سواء بالسالب او بالموجب. يعني هو بيفترض ان هذا الشخص الدوافع الجسدية في النقطة الوسط، الدوافع النفسية في النقطة الوسط، الدوافع الروحية في النقطة الوسط، وتنقل ناحية هذا الطرف أو هذا الطرف يعد إنسان غير سوي. معنى كده إن إحنا بنفترض الوسطية في كل أبعاد النفس البشرية. هذا المعيار بيعتمد عليه الفلاسفة وعلماء الأخلاق لقياس سواء الشخصية من عدمه. وعلى هذا بتكون الشخص السوي او اللي بيعاني مرض نفسي او اعتلال في الصحه النفسيه هو الشخص الذي لا يستطيع ان يحقق تعادل او توازن بين متطلبات قوى النفس البشريه اللي هي القوى الشهوانيه والقوى الغضبيه والقوى العقليه. طيب هذا المعيار نستطيع ان احنا نقيس بيه باطلاق؟ قال لك لا، ده هذا المعيار عليه مآخذ. هو بقى ما يؤخذ على هذا المعيار كمقياس للسواء النفسي. قالوا هذا المفهوم مفهوم ضبابي غير واضح المعايير. ليه؟ قال لك مين اللي هيحط لي الحد الوسط؟ الفرد نفسه اللي هيحط الحد الوسط عشان يجتمع هيحط الحد الوسط عشان يقيم افراده، ولا الدين باعتباره مكون رئيسي للشعوب، ولا العقل باعتباره هو المحرك للتصرفات؟ مين بالظبط اللي هيحط لي الحد الوسط اللي انا هقيسه؟ على وجود مفاهيم وصفات كثيره لا يمكن وضع حد وسط ليها وخاص في المجتمعات الراقيه، زي مثلا هل هناك حد وسط بين الكذب والظلم؟ هل هناك حد وسط بين الامانه والخيانه؟ هل هناك حد وسط بين الطاعه والمعصيه؟ طبعا عن كل هذه الصفات او هذه الاخلاق ايضا يؤخذ على هذا المعيار افتراض ان الشخص في حاله توازن دون ضغوط نفسيه او كبت داخلي. يعني هو بيفترض ان احنا بنتصرف كلنا في حاله نورمال، كلنا كويسين وكلنا منتشين وكلنا هنبدا نتصرف في كلنا واقفين على نقطه وسط من هذا المعيار، ولكن ما خدش الضغوط النفسيه اللي انا ممكن اتعرض لها خلال رحلتي اليوميه، ما خدش الضغوط النفسيه اللي انا ممكن اتعرض لها داخل الاسره، ما خدش الضغوط النفسيه اللي انا ممكن اتعرض لها داخل نفس عملي، ما خدش حالات الكبت الداخلي اللي انا ممكن اتعرض لها، فقد الصله اللي انا جايبها معايا من رحله النمو من الطفوله. ايضا تاثر بالحالات اليوميه او التصرفات اليوميه ما خدهاش ايضا في الاعتبار. ما اعتبرش او ما خدش معاه شريحه كبيره من ذوي الاضطرابات النفسيه،
هؤلاء الذين ترغمهم ظروفهم المرضية على اتباع سلوكيات معينة، هذه السلوكيات ما لهمش دخل فيها، هي سلوكيات لا إرادية بيفرضها عليهم مرضهم، زي مثلا مريض الاكتئاب. هذا المريض قد يجد راحته في العزلة، فلا يعقل أن نقول عليك بالحد الوسط بين الإفراط والتفريط، لأن المجتمع شايف أن أنت حالة العزلة بتاعتك دي حالة مش طبيعية. هو أصلا العزلة بتاعته حالة لا إرادية تبعا لمرضه النفسي، هذا التصرف اللي عليه مرض. ان اصحاب الاضطرابات النفسيه او الامراض النفسيه لا اراده ليهم في اختيار حالتهم المزاجيه، احيانا بتلاقي الشخص توحدي، احيانا بتلاقي الشخص مزاجه متعكر، احيانا الاكتئاب والتوحد فهذه الحالات تخلق سلوكيات لا، انا ما اقدرش الزمهم انهم يكونوا على المعيار الوسطي فيها. ايضا كذلك فينا لا يمكن ان يتصرف بمعزل عن تراكمات الماضي النفسيه وضغوط الحياه اليوميه. انا ممكن انا مستصحبه في رحله حياتي ترسبات معينه او حاجات كتيره واخدها معايا في رحلتي، بتعرض كل يوم في شغلي لضغوط معينه، في حياتي الاسريه لضغوط معينه، لا استطيع ان انا اسلك سلوكيات في معزل عن هذه الاعتبارات. يعاب على هذا المعيار انه يتناسى البعد الالهي في النفس الانسان. احنا عندنا البعد الالهي بعد معتبر في النفس الانسانيه، عشان كده هو بيحكم على العقل المصلحي بدل ما بيحكم على الدين. يعني دايما يقيس السلوك، انا مصلحتي ايه علشان اعمل هذا السلوك، او الشخص ده سلك هذا السلوك ايه المصلحه اللي حققها من وراه، او هذا النشاط البشري او رحلته في الحياه تعود عليه من، ولا يأخذ البعد الإلهي أو رضا نفسه للسلوكيات. أنا ربما تصرفت التصرف ليس لي فيه مصلحة، إنما أبغي به رضا الله سبحانه وتعالى. أيضا بيأخذ أيضا على هذا المعيار اللي هو المعيار الوسط الإحصائي، أن مفهوم الوسط قد يتقاطع مع أمور كثيرة مع رضا الله، تتمثل في طرف واحد زي إيه؟ زي الإيثار. الإيثار ما هو طرف، ما هوش وسط. التضحية، التضحية سواء بالنفس أو المال طرف، ما هيش وسط. أيضا تحمل المشق من أجل إعلاء قيم معينة أو الانتصار لمبدأ معين، هذا طرف وليس وسط. أيضا التصدي للظلم طرف وليس وسط. وده بنشوفه يتحقق في سير الأنبياء، فدائما الأنبياء في هذه المعايير بيحيدوا عن الوسط إلى يعني أدنى الأطراف أو طرف الأطراف. عشان كده لا نجد القرآن يعتبر هذا المعيار، ولا نجد السنة النبوية بتأخذ بهذا الاعتبار كثيرا، لأن هذا المعيار اللي هو معيار سبحانه وتعالى. وعشان كده معقول إن احنا ندور على معيار للصحة النفسية لا يستبعد البعد الإلهي في الحكم على الشخصية بالسواء وغير السواء. عشان كده اعتنى بعض علماء النفس، قالوا ان عشان تكون الشخصية سوية او معتدلة لابد ان يكون عندها توازن نفسي بين ثلاث اركان: النفس والمجتمع ورضا الله سبحانه وتعالى. النفس ورضا الله سبحانه وتعالى. إذا تمكن الفرد من الإرضاء النسبي لهذه الأركان الثلاثة مجتمعة، فهو إنسان طبيعي يتمتع بصحة نفسية سوية أو قريبة من السواء. من هذا المنطلق ارتأى مجموعة من علماء النفس وضع معايير النفسية توافق المجتمع الإسلامي، تأخذ في حساباتها البعد الإيماني. وذلك انطلاقا من عدة حقائق، هي أن الشعوب العربية والإسلامية ذات خصوصية ثقافية تؤثر في تكوين هويتها النفسية والاجتماعية، وأن جميع النظريات النفسية نشأت انطلقت من بيئة وثقافة غير الثقافة الإسلامية. ومن المعلوم أن أي عملية إرشادية أو أي عملية علاجية لكي تنجح يجب أن تراعي وتنطلق من ثقافة المجتمع نفسه، يعني لابد أن تنطلق من ثقافة المجتمع نفسه علشان تؤثر في هذا المجتمع، وإلا احنا دايما عندنا بتفشل أنه لأننا مستوردة النظرية في ظل ثقافات وظل اعتبارات ليست في مجتمع.
أهم مقاومة. نعم، البيئة لها دور، نعم، في تكوين الشخصية أكيد، وفي الحكم على الشخصية والحكم على التصرف وبالحكم على ردة الفعل. نعم، أهم مكون عندنا في الثقافة في المجتمع الإسلامي هو الدين الإسلامي أو الثقافة الإسلامية، هو أهم مكون بيدخل في تكوين الشخصية الإسلامية. عشان كده فشلت الوضعية في إيجاد منظور شامل للصحة النفسية يمكن تطبيقه بشكل عام على أفراد المجتمع ككل. عشان كده الحاجة لمعيار ثابت لا يتغير بتغير الزمان ولا المكان. احنا قلنا المجتمع والزمان والمكان بيحكم على التصرف، وقد يتغير نظرته من وقت للتاني او من احتياجنا ايضا لمنظور نفسي علشان النفوس. هذه التفسير لها تأثير ايجابي في الانسان، علشان كده بيجعل النظم الارشادية الاسلامية ذات فاعلية اعلى من غيرها. عشان كده دايما من يريد احتلال الشعوب العربية دائما بيدخلوا تحت عباية الدين، لأن المكون الثقافي للشعوب العربية بتعلي من الثقافة الدينية أو بتعلي من قيمة الدين، فدايما اللي بيدخل لها من منظور الدين أو اللي بيقيس على أساس من الدين فبيحظى بالقبول. رغم كون القضية الإسلامية أو المعيار الإسلامي لقياس سواء الشخصية، ما زالت محاولات فردية من بعض علماء النفس اتجهوا هذا الاتجاه، إلا أنها حظيت باهتمام كثير من الباحثين، واعتبروا معالجات القرآن الكريم وسنة النبي للشخصية نبراسا وهاديا للوصول بالإنسان لحالة من التوازن النفسي والسلوك السوي. فإحنا لو تصفحنا السنة النبوية وصححنا القرآن وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هنجد أنه صلى الله عليه وسلم عالى بالشخصية بما يوصلها إلى السواء. عشان كده لما نيجي نشوف معايير السواء وغير السواء من المنظور الإسلامي، نجد أن الإسلامي يضع المخالفة للأمر الصادر من الله هو المعيار في قياس السوية والشذوذ. احنا قبل كده قلنا نظرة المجتمع، وقلنا المتوسط الحسابي، وقلنا توافق الشخص مع نفسه، وقلنا توافق الشخص مع التصرف أو مع غيره. لكن عند الأخذ بالمعيار الإسلامي أو المنظور الإسلامي لقياس الشخصية، هنلاقي إن احنا عندنا مقياس ثابت، وهو الأمر الصادر سواء أمرا أو نهيا من الله سبحانه وتعالى، هو المعيار اللي أنا هحكم به على الشخصية، هي شخصية سوية أو غير سوية. عشان كده السلوك السوي في ظل المعيار الإسلامي هو عمل الواجب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على المكلفين، أو عمل المباح شرعا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. رب العزة سبحانه وتعالى بيقول له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يبقى هذا التصرف لا يتصرف إلا في ظل رضا الله سبحانه وتعالى أو ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. أيضا بنشوف الدور الإسلامي السلوك اللي فيه تعدي على حدود الله سواء بفعل المحرمات أو فعل المكروهات. محرمات زي الأكل، والمكروهات مثلا زي شهادة الزور أو غيرها. فإحنا بنشوف التصرف الغير سوي هو فعل محظورات سبحانه وتعالى. رب العزة سبحانه وتعالى بيقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها أن زكاها وقد خاب من دساها. يبقى هي زكاة النفس في ظل المنظور الإسلامي هي فعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، أو النفس الغير سوية هي التي تبعد عن الإلهي أو عن النهي الإلهي وتاخد خط منحرف عن هذا. عشان كده بنلاقي هذا المعيار الإسلامي بيمتاز بمميزات تجعله متفوق على المقاييس الشرعية. أهم هذه المميزات لهذا المعيار الإسلامي إن هو ربط السلوك السوي بالفعل الحسن، وربط السلوك المنحرف بالفعل السيء أو القبيح، وجعل حسن الفعل أو قبحه مرهونين بحكم الله فيه لا بهوى الفرد أو رضا الجماعة. أيضا قدم قواعد ثابتة لقياس السلوك لا تختلف لا باختلاف الزمان ولا باختلاف المكان. قواعد موضوعية لا تتأثر بتغير الأفراد أو تتغير من مجتمع إلى مجتمع. جمع هذا المنظر
الإسلامي مميزات المعايير الذاتية والاجتماعية والإحصائية، خلصها من التحيز اللي في ظل نظرة الإنسان المتحيزة، خلصها من الأمراض الاجتماعية اللي بتصيب الأفراد أو الجماعات، حطها صياغة جديدة وحطها في منظور إسلامي. إحنا حطينا معايير عامة للصحة النفسية في ظل المنظور الإسلامي. تعالوا بنا نتعرف على مميزات الرؤية الإسلامية للإنسان. نبدأ إن شاء الله الجزء الثاني حضرة بإذن الله. إحنا هنحط الجزء الأول من المحاضرة، معايير للصحة النفسية من المنظور الإسلامي، وقلنا هنتعرف على مميزات الرؤية الشخصية في الإنسان سواء بالسواء أو عدم السواء. بيعتمد على مصدر ثابت اللي هو القرآن والسنة، بيستمد من الأساس النظري، ويمثل القرآن والسنة الإطار المرجعي اللي بيكون قاسم مشترك بين من الشطط، وبيمنع من الاجتهاد، وبيمنع من الخوض في الآراء، حيث يمكن الجمع بين الآراء في إطار الرؤية الإسلامية. تتميز الرؤية الإسلامية بنص شمل المتوازنة والواقعية العميقة للنفس البشرية، لأن واضعها هو رب العزة سبحانه وتعالى. رب العزة بيقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. سبحان الله وتعالى. الإسلام بينظر لأحوال الناس ككل متكامل. النظرة الإسلامية أو لم ينظر الإسلام إلى أحوال الناس بإهمال للنواحي، لم يهمل النواحي الروحية أو النواحي الغرائزية، تعامل معها دون كبت للغرائز أو دون مواربة لمتطلب الجسد، ولكن تعامل معها بنظرة كلية شاملة. أيضا تميزت الرؤية الإسلامية بالمرونة، فالرؤية الإسلامية بتستطيع استيعاب كل الإسهامات المعاصرة والاجتهادات الصائبة، يعني بتاخد كل النظرات وتحاول تفلترها وتصغها معاها، فما هياش نظرة مغلقة، لا ده مرنة. المقصد الشرعي بيقول أن الحكمة ضلت إنما وجدها فهو أحق بها، من مقصد الشريعة اللي هو ننشد الحكمة، فأينما وجدناها أخذناها من أي نظرية أو من أي منظور. اعتمد الإسلام على عدة مرتكزات في نظرته لشخصية الإنسان، لخصها بعض الباحثين الكليات بيمكن الاعتماد عليها، من أهمها المرتكز الأول اعتبار المسارات المتقابلة في النفس البشرية. اعتبار المسارات المتقابلة في النفس البشرية. الذي أو إيه هي نظرية المسارات المتقابلة اللي خدها المنظور الإسلامي كمرتكز؟ أو النفس البشرية بتتكون من جسد خلق الله سبحانه وتعالى من قبضة صينية ونفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى. النفس القبضة الطينية هي النفس البشرية اللي بتتوزع فيها أو بتمثل نوازع الحياة على الأرض بكل ما فيها من الشهوات والغرائز. أما الروح فتمثل الطاقة العليا، سمو الارتقاء والتعلق بالخالق سبحانه وتعالى. هذان المساران في النفس البشرية اللي هي الروح والجسد. أضاف البعض مسار ثالث زي نظرية قطب سنة 93، قال عندي مسار ثالث اللي بيتحدث فيه العقل، وحدد دور هذا المسار أو حدد دور العقل في السعي الدائم نحو المعرفة الدينية والدنيوية، ومساعدة الإنسان بأفضل الطرق لإشباع نزعاته وطلبات الروح. يعني العقل، يعني العقل هو المهيمن أو هو الموفق أو هو الذي يوازن بين مهمات الروح ومتطلبات الجسد في نظرية قطب 93. في سنة 95 طور قطب نظريته وقال إن التكوين البشري بيمر بالآلاف من المسارات وليست ثلاث مسارات بس، ولا يقف عند حد هذه المسارات الثلاثة، وإنما اعتبر مسارات الروح والجسد والعقل
مسارات أساسية وفي مسارات مستويات أقل منها. زي إيه؟ زي الخير والشر، ده مستوى في النفس البشرية، أحيانا أنزع إلى الخير وأحيانا أنزع إلى الشر. زي الحب والكره، زي الرحمة والغلظة، زي الأشياء الحسية عفوا الأشياء الحسية والأشياء المعنوية، زي النفع النظرة أو النزعة الفردية الأنانية والنزعة الجماعية. هل أنا عايزة ده لنفسي ولا أنا أفضل إن أنا أعمل الشيء ده في جماعة أو يستفيد منه ده؟ أيضا بيرى قطب أن هذه المسارات المتقابلة لا تعني التناقض أو لا تعني أنها منفصلة عن بعضها، إنما هي مرتبطة وتعمل معا حسب المواقف أو التكيفات الانفعالية المختلفة. فالتصرف نفسه أو الموقف نفسه هو اللي بيخلي أحد المسارات يخرج عن يعني يخرج أو يظهر في مقابل التصرف الآخر أو الخط المتناقض الآخر اللي هيختفي. عشان كده بنسميها المسارات المتناقضة عفوا. ايضا ده بيجعل الانسان في حالة دائمة من السمو او الاستعداد للسمو والرقي علشان يبلغ مستوى الملائكة او مستوى العباد. ايضا احيانا يجعل الانسان في حالة بيتشد لتحت بيبحث من الانحطاط والارتكاس الى الشهوانية والحيوانية الجامحة. بيرى أصحاب هذا الأكل هو اعتبار المسارات البشرية المتقابلة أو المسارات المتقابلة، بيرى هذا أصحاب هذا الاعتبار أن البشر أو النفس البشرية هي التي تتفرد بهذه الميزة اللي هي ميزة المسارات المتقابلة، لا يشاركها فيها من مخلوقات الله. علشان الناس اللي قالت الجن كامن بقى، لا احنا الجن هنطلعه دلوقتي هنحضره. يشارك الجن الإنسان في نظرية المسارات المتقابلة. فأحيانا بلاقي بلاقي جن بينزع إلى الخير وجن بينزع إلى الشر، بلاقي جن مؤمن وجن كافر، بلاقي أيضا جن بينزع إلى الطينية جن ينزع إلى الملائكية. عشان كده رب العزة سبحانه وتعالى في خطابه الشرعي خاطب الثقلين اللي هم الإنس والجن دون سائر طبقاته، يعني لم يخاطب الملائكة ولا الحيوانات ولا غيرها إلا خاطب الثقلين فقط. رغم خلق هذه الطبيعة المتفردة اللي هي طبيعة المسارات المتقابلة في خطابه لبني البشر، فعلى مستوى المسار الأول اللي هي النزعة الروحية السامية، عمل على إشباع نزعات الإنسان الغرائزية والروحية لم ولم يهمل شق على حساب العبنة ما يعلي الروح وما يسمو بها وأيضا ما يشبه حاجات الجسد الغرائزية. قرن منهم الإسلام أو قرن منهم النظرة الإسلامية في شكل أو في شكل تواقع جميل، يعني لم يخل بأحدهم. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قرن بين غريزة الأكل وحب شهوة البطن مع شكر الله سبحانه وتعالى. أنكر الشارع على من أنكر: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ورب العزة سبحانه وتعالى يستنكر على من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وأخرج الطيبات لهم من الرزق، قال هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني للذين آمنوا يشاركهم فيها أيضا الكفار، ولكنها في الآخرة خالصة يوم القيامة للذين أمامه. ولكنه رغم اعترافه ووظفه في إطار يضمن مصلحة الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة. يرى أصحاب هذه النظريات الصحة النفسية في كثير من الجوانب يرجع إلى إغفال الجانب الروحي في النفس البشرية. الإسلام عندي أو الإطار الإسلامي سد هذه الثغرة اللي هي الجانب الروحي في البشر، سد الإسلام هذه الثغرة. المسار الرئيسي الثاني
اللي هو ان الاسلام اعتبر بشريه النفس البشريه او نوازعها للغرائز والشهوات اللي هي طينيه النفس البشريه، اعتبرها الاسلام في الجانب المادي والطبيعه البشريه بكل ما فيه من نوازع وغرائز. ولكن زي ما قلنا قبل هذا، الله سبحانه وتعالى بيقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يعني رب العزة سبحانه وتعالى لم يحب على من يحب هذه الشهوات، ولكنه قال أنها متاع الحياة الدنيا، وأن الله سبحانه وتعالى عنده حسن المآب لمن أراد أن يقرن بين هذه الشهوات أو هذه الشهوات الدنيوية وما يرجو من الله من ثواب وما يعلي نفسه إلى حالة. وأيضا فإن الله عنده حسن المآب له. كرم الإسلام بني آدم بالرغم من اعترافه بالطبيعة البشرية وما بها من غرائز، ولم يستهجنها ولم يستقذرها. يعني احنا عندنا ديانات أخرى استقذرت الغرائز البشرية، ولكن الإسلام رغم اعترافه بغريزة البشر ولكن رب العزة سبحانه وتعالى مع هذا كرم بني آدم. يقول الحق سبحانه وتعالى: ولقد كرمني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما. رغم أن فيهم شهوات وفيهم نزعات للطينية ونزعات للشهوانية، لكن رب العزة سبحانه وتعالى كرمهم مع هذا لأنه قن هذه الشهوات وجعل إشباع هذه الشهوات في ظل القوانين الربانية. أيضا جعل الإسلام العقل الملتزم بضوابط الشرع ومنظومة القيم هو الضابط الرئيسي لمنظومة الإشباع ومقداره. يعني العقل هو يقنن الإشباعات سواء كانت إشباعات روحية أو إشباعات جسدية، هو الذي يوازن بين هذه الإشباعات وبعضها، فلا يجنح إلى النظرة البتة للإنسان أو يجنح إلى النظرة الشهوانية فيكون الإنسان كالحيوان لا يهمه إلا إشباع شهواته فقط. أيضا حث على التوازن في الإشباع، فلا إفراط ولا تفريط، كما سيج الشارع الحكيم سبحانه وتعالى هذه النيجها بإطار شرعي، فجعل رب العزة سبحانه وتعالى النكاح أطلب من المطالب الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني الدين الإسلامي ليس فيه تبتل وليس فيه رهبانية، وذلك سدا للذرائع ومنعا للانحراف على مستوى الفرد والمجتمع. رغم اعترافه بالإشباع التساني والارتقاء في حالة عدم القدرة على الإشباع في الإطار اللي حدده، يعني رب العزة زي ما قنن لينا الزواج وجعل الزواج وسيلة للإشباع الغرائزي، إلا أن من لم يستطيع الزواج أو من لم يتاح له فرصة الزواج، رب العزة سبحانه وتعالى أو ديننا الإسلامي اعترف بقيمة التسامي أيضا ولم يهمله. يقول النبي الكريم عليه صلوات ربي وسلام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أقط للبصر وأحسن للفرد، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. خليني أقول لمحة بسيطة عن هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، نعم يغلب علي بقى كوني داعية إسلامية، هذا النبي في هذا الحديث يخاطب معشر الشباب. لماذا معشر الشباب؟ لأن الشباب هم أكثر فئة تميل إلى الشهوات وتجنح إلى الشهوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يخاطب هذه الفئة اللي عندها جنح أو ميل إلى الشهوات، وبالتالي يدخل الفئات الأخرى تحت هذا النداء أيضا، اللي هي الأقل منها نداء للشهوة أو جنوحا للشهوة. من استطاع منكم الباءة، الباءة هي النكاح بكل شروطه، الشروط البدنية والشروط المادية وأيضا الشروط الأخلاقية. فإحنا العدل معتبر عندنا في النكاح، والتكافؤ بين الزوجين معتبر في النكاح، وحسن المعاملة معتبر في النكاح. فإحنا الباءة هي النكاح بكل ما يستلزم هذا النكاح من معايير. فليتزوج، يعني استطاع يتزوج، الفاء فاء التعقيب والأمر، فإنه الزواج يعني أغض للبصر وأحسن للفرج. ومن لم يستطع، من لم يستطع بقى الباء بكل ما لها، يعني ربما عنده المقدرة الجسمانية وليس المقدرة
البدنية، ربما عنده مقدرة بدنية وليس عنده مقدرة مادية، ربما عنده الاثنين ولا يحظى بالأخلاق الحميدة، لم يستطيع أن يعدل مثلا، يستطيع أن يقيم بين العدل بين زوجتين، لم يستطيع أن يعامل أخته معاملة حسنة، لا يجد المرأة التي تكافئه في المستوى الاجتماعي، لا يستطيع أن يجمع بين زوجتين على مستوى واحد اجتماعيا، لأن احنا عندنا الذي يجمع بين زوجتين لابد من تكافؤ الزوجتين اجتماعيا. وإن يعني احنا كان عندنا بنقول إن كانت الأولى أعلى من الثانية، الأولى حق طلب الطلاق لعدم توافق الزوجة الثانية معها اجتماعيا. طبعا ده هذا على أرض الواقع لا يتحقق طبعا. فإنه فعليه بالصوم. الصوم ليس الصوم اللي احنا عارفينه اللي هو الامتناع عن الشرب، وإنما الصوم نعم بعيد كل البعد، الصوم اللي هو الصوم بكل شروطه، الصوم الذي يعلي القيم، الصوم الذي يعلي الروحانيات، الصوم الذي يكون فيه صلة بالرب سبحانه وتعالى، لأن الصوم هو العبادة الوحيدة التي اختصها رب العزة سبحانه وتعالى لنفسه، فيقول الحق سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإنه له وجاء، قالوا العلماء بيفسروا وجاء بأنه وجه زي وجه الخصية، وهي رد الخصية أي جعلها لا تفرز السائل الحياتي أو السائل المنوي. نعم، فكأنه شبه الصوم بالشخص الذي لا تميل ذكورته إلى الشهوة. اللهم صل على رسول الله. بنعود تاني لموضوعنا. اتبع الإسلام نظام للمحاسبة والضوابط، اللي هو بقى عندنا وضع القيم السامية ووضع ضوابط الزواج علشان يحمي من الميل للشهوات والجنوح، ولكن لما لو فشلت كل هذه الضوابط اعتبر مبدأ الترغيب والترهيب. رب العزة جعل هناك ثواب لمن يمتثل وجعل هناك عقاب لمن لا يمتثل سواء في الدنيا أو الآخرة. كمان عند فشل نظرية الترهيب نظام الحدود، عندما لا تفلح المعالجات بالمبادئ و ضبط الغرائز وتميل الى الارتكاسات، فجعل رب العزة هناك الحدود كأخير او كعقاب اخير لمن يرتكس على نفسه ويميل الى طينيته ويهمل اعلاء القيمة الروحانية عنه. على مستوى المسار الثالث اللي هو العقل، اعتبر ان العقل هو مناط التكليف والتكريم. فرب العزة سبحانه وتعالى لم يكلف إلا أصحاب النهى أو أصحاب العقول. يمكن من هنا الجزم أن القرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي أولى العقل كل هذا الاهتمام. فإحنا هنلاقي أن إشارة لبعض الآيات القرآنية، هنلاقي في بعض الإشارات القرآنية رب العزة سبحانه وتعالى اهتم جدا بمادة العين والقاف واللام في اغلب اياته. فهنلاقي ان الماده اللي هي العين والقاف واللام وردت بصيغ مختلفه في القران حوالي 49 مره بصيغه المضارع في قوله يعقلون وتعقلون، وردت مره واحده في صيغه الماضي عقلوه، ايضا ورد الفاظ زي اولي الالباب واولي النهى واولي الحجه وردت في القرآن فيها دلالة على العقل أو التعقل. يلاحظ الباحث في هذا المجال أن كلمة العقل لم ترد في القرآن، وإنما جاء الفعل الدال عليها. ليه الفعل الدال على العقل ولم يرد العقل؟ قال لعلكم تعقلون، لعلهم يعقلون، ليه الفعل؟ تأكيد على دور العمليات العقلية والقدرة الكامنة العليا التي لا ندركها إلا من خلال أثرها، لا ندركها بحواسها. علشان كده احنا سمينا العمليات العقلية العليا بالسلوك الكامل. ليه؟ لأن سلوك غير ظاهر. سلوك العمل العقلي سلوك غير ظاهر. طب بنعرفه ازاي؟ بنعرفه آثاره. ما هو الشخص العاقل بيتصرف تصرفات تبدو من آثارها أحكم عليه إن هذا الشخص عاقل. القرآن أورد كثير من مواضيع مرادفات للعقل زي ما قلنا، زي الألباب والنهى
والحجج والأبصار والأفئدة والقلوب والأحلام كلها مرادفات للعقل. عشان كده احنا بنقول ان النظرية الإسلامية حثت على تفعيل دور العقل بغرض الوصول للعقيدة الراسخة اللي بتتفاعل فيها مكونات النفس البشرية كلها من العقل والنفس والروح وصولا للصواب المؤدي الى حالة من ده. كان المرتكز الأولانية او في المعيار الإسلامي للحكم على الشخصية. عن المرتكز الثاني التأكيد أن الإنسان ما خلق في هذه الحياة إلا لغاية عظمى. التأكيد على أن الإنسان ما خلق في هذه الحياة إلا لغاية عظمى. استمتع رب العزة على من أنكر هذه الحقيقة بقوله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني هناك غاية من الخلق. أيضا يقرر رب العزة سبحانه وتعالى هذه الغاية بقوله سبحانه: إن والإنس إلا ليعبدون. ذكر الباحثين في هذا المجال، وإحنا قلنا عندنا اللي اهتم قوي بهذه النظرية سنة 85 قالوا أن هذه الآية تحتوي على حقيقة هائلة لا تقوم الأفراد والجماعات باستثائها في كل الأوقات والعصور، اللي هي وما في الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية هي إدراك غاية الوجود بأن هناك رب معبود وعبد يتعبد، وهناك ثواب وعقاب يعمل على شحن النفس للاجتهاد. بدون هذه الغاية تصبح الحياة فارغة. لو احنا زي اللي عبد زي اللي ما عبدش، واللي عمل خير زي اللي عمل شر، يبقى الحياة دي براء. ولكن مبدأ الثواب والعقاب وأن هناك رب واحد يحكم بيننا جعل أن للحياة قيمة وأن للاجتهاد قيمة. سمى بعض الباحثين هذه الحقيقة بحقيقة الفراغ الوجودي، واستعملها في 95 ابتداء من 95 بإحياء الروح أو بإحياء المعنى. لم يقتصر مجرد أداء العبادات والشعائر، بل جعل الإسلام الحياة كلها بمثابة محراب عبادة يؤدي فيه كل فرد ما عليه ابتغاء مرضات الله ليحقق كمال غاية الوجود. يعني احنا للأسف كثير منا بيفهم العبادة على ان انا سجدة طول النهار، لكن العبادة هي تحقيق العبودية لله في كل الأعمال اليومية والحياتية. رب العزة سبحانه وتعالى بيقول: وإذ قال ربهم في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد في الأرض ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. فرب العزة سبحانه وتعالى جعل الإنسان خليفته على الأرض، فعنى بجانب الناموس الكوني اللي هي خلافة. يعني أنا عندي هناك غرضين لخلق الإنسان أو لوجود الإنسان على الأرض: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دي الغاية الأولى. الغاية الثانية: إني جاعل في الأرض خليفة، اللي هي تحقيق الخلافة في الأرض، ولن تتحقق الخلافة في الأرض إلا بتحقيق الإشباعات الجسدية. كان هناك الإله المعبود وكل ما دونه عبيد، عشان كده بتتوحد المشاعر الإنسانية نحو مصدر تلقي واحد لا يخاف ولا يرجو ولا يتقي إلا ربا واحدا. يؤدي هذا إلى أثر في بناء الشخصية لا تتوزع فيها المشاعر ولا تتشتت. مفيش بقى إله للمطر وإله للشجر وإله للحجر، فتبص تلاقي يعني تختلف طبقات الآلهة، لكن التوحد على إله معبود واحد في ظل النظرية الإسلامية جعل المشاعر لا تتوزع ولا تتفتت ولا تتشتت. رب العزة سبحانه وتعالى بيقول: السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، على لسان إبراهيم الخليل عليه السلام. أنا أيضا أو عنت النظرية الإسلامية أو الآخر للعبودية وهو الخلافة على الأرض بما تقتضيه، فاعتبر كل حركة للجوارح أو خلج للنفس وكل مأرق في الضمير لا يبتغي من وراء الإنسان إلا رضا الله سبحانه وتعالى، لأن له خليفة الله سبحانه وتعالى على أرضه. رب العز: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا الفهم الإسلامي لطبيعة النفس البشرية ارتكز على هذه المحاور في توجيه السلوك وضبطه وإعلاءه.
وبالتالي الوصول لحالة عن الحياة تؤدي بدورها للوصول لشخصية متمرداته انفعاليا واجتماعيا وروحيا وعقليا بما ينعكس إيجابيا على الصحة النفسية لدى الأفراد والجماعات. الركيزة الثالثة اللي ارتكزت عليها النظرية الإسلامية يعتبر الإسلام الإرادة الواعية والمسؤولية الضابطة، فقد ميز الله سبحانه وتعالى كما قلنا بين الثقلين اللي هم الإنس والجن بإرادة الاختيار بين الحق والضلال. يعني احنا عندنا سائر مخلوقات الله مجبولة على العبادة، لكن الإنسان والجن رب العزة سبحانه وتعالى أداهم إرادة الاختيار بين الحق والضلال. رب العزة سبحانه وتعالى بيقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثيرنا تفضيلا. كل الإنسان خلق أو تستقيم على الأرض إلا بقدرته على الاختيار، لأنه اتخلق للخلافة واتخلق للعبادة، فمش هينفع غير إنه يكون مختار هل يعبد أم لا، هل يميل إلى شهواته أم لا. رب العزة سبحانه وتعالى بيقول إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وأيضا في آية أخرى بيقول وهديناه النجدين. احنا بنكتفي بهذا القدر. ان شاء الله في المرة الجاية هنحاول نستعرض لبعض الحيل الدفاعية اللي بتلجأ اليها بعض الاشخاص من المواقف الغير تكيفية. ايضا بنحاول اعطاء لمحة في المحاضرة الجاية عن كيفية الوصول لحد من الصحة النفسية مع فئات معينة من اصحاب الاضطرابات النفسية او اصحاب الاضطرابات السلوكية. احنا عايزين نقول سؤالنا لهذه المحاضرة سؤال واحد تكلم عن مميزات المنظور الإسلامي للشخصية وغير السوية. ألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.